اخ راحوا باعوا الارض يلي ما بتسوى 3 قروش ورجعوا لعنا. واول ما اجوا قامت القيامه. اطلعي هاي محمد مو موجود، وانتي خليكي ساكته وقلبي وشك. ايه الحمد لله انك اجيتي بكير، لانك لو مالك راجعه بكير كنت يا لطيف شو عملت. ليكني اجيت امي، بس شكلك مثل يلي ميت له حدا. خير شوفي ناقصينك؟ رايح حتى اجمع زباله هالبقر. لا بابا انت تعبان من السفر، انا بجمع. يسلموا يا بنتي. فريحة، ممكن ترفع ايديك وتعطيني هيك بروفايل؟ شو بكي عند هالمسا؟ مبلا مبلا هي انتي. شو قصتك كلارا؟ ولا شي، بس حبيت اتأكد طلع عن جد انتي اللي قتلتي هالهاندا. ولا طلعتي بتخوفي باي. اهلا وسهلا امي. اهلا وسهلا. تسلمي. اشتقت لك حبيبي. تفضل رح جيب لك صحن. بس لغس. يلا حبيبي ناطرينك. بعتولك معي مكدوس وبعتو زيتون بالفخار، وكمان مثل ما طلبتي رمان، وبعتولك سلام وطلبوا منك تدعي لهم. ايه الله يسلمهم ويكتر خيرهم. بس شوي عم يشتكوا، عم يقولوا نسيتونا، حتى صوتكم ما عاد سمعناه غير على التليفون من العيد للعيد. بس مبالغين شوي. لا تقولي هيك يا بنتي، هدول اسمهم قرايبين لانه بيناتنا رابط دم، والدم بيحن يا بنتي. حسيتهم كانه عم يدوروا عليكم بعيونهم. زهرتنا وينها؟ وين بنتنا فريحه؟ الظاهر انه عيونهم نسيت ليش انتو جايين هن وعم يدوروا علينا. طيب وانتو عم تبيعوا الارض تذكروا ليش انتو رحتوا؟ اذا خلصتي اكل قومي لنفرد هالغراض. قومي. خلينا نلم الطاوله بالاول. لساتهم عم ياكلوا، ما ضل عندهم نفس اتنيناتهم. اللي مجنني انه ابوك لساته لهلا عم ينفخ لي بعيلته ويعمل لي اياهم صحاب واجب. قال من العيد للعيد. قال ابوكي متعود ينسى الاذى يلي عملوه، بس انا مستحيل انسى. انا ما بنسى ابدا، ما بنسى يلي عملته فيني امه واللي عملوه اخواته اللقمه. محفور براسي حفر وبعمري ما رح اسامحهم عليه شو ما صار. قال من العيد للعيد. ابوكي له خبر كم عيد عيشوني عذاب القبر يا ترى؟ ها؟ قال عيونهم دورت علينا، وعيونهم سألت وين زهرتنا وين زهرتنا، لأنه اسطنبول ما أكلتني وخلصتني. هن ما عم يدوروا على زهرة، على بقايا زهرة، بس لسه كتير رح يدوروا ليموتوا. عمرك ما تنفتحي. أنا مفتحة أمي تركي. فريحة؟ وين رحتي؟ نمت شوي. انتي مريضة شي؟ لا ماما، بس كنت نايمة. معك حق، انتي كمان تعبتي كتير من كم يوم وانتي عم تلمي زبالة هالبناية لحالك. هي دخيل هالإيدين يلي مثل القطن الناعم ومثل الحرير كمان. إن شاء الله هالإيدين ما بقى رح تمسك زبالة أبداً، وما بتمسك غير الذهب. أمي. فريحة، أنا بعرف فايت عصفور على قلبك. قلبك هالحلو عم ينبض، مو واسعه هالبيت ما هيك؟ إن شاء الله قلبك بيطير على النعيم يلي بتستاهلي. إن شاء الله يا ربي. أنا كنت بعرف من يوم ما خلقتي، كنت بعرف. إيه بعرف، اطلعت بوشك وهمست اسمك بإذنك قبل الشيخ،
قلت لك يا فريحة، مثل ما حضنتك بإيدي نظيفة وطاهرة، رح تضلي هيك لآخر يوم. أمي الله يخليك، أنا حفظتهم لهدول بصم. أنتي إسوارتي الذهب وحلوتي، حاسة حالي رح أغرق بهدول الدعوات، ما عم تشوفي؟ لا الله يسامحك، معقولة إنه الإنسان يغرق بسبب دعوات أمه؟ معناتها أدعي بقلبك وبس، بلا ما أسمع أنا. بلكي ما تحققوا. لا الله لا يقدر. طيب وإذا الإسوارة اللي مفكرتيها ذهب طلعت لك مصدي؟ وإذا فريحة اللي رح تخليكي تتنفسي ما بقى قدرت هي تتنفس؟ وإذا كانت رح تخسر الشيء الوحيد اللي بإيدها؟ شو هالحكي يا بنت؟ شو هذا اللي رح تخسريه؟ خلص ما في شيء ماما. طلعي فيي فريحة، سويتي شيء ما انه منيح؟ فورا بيخطر هالشيء على بالك ما هي؟ شو رح يخطر على بالي لكان؟ معناتها احكي. بنتي الصبية اللي بعمرك بتلمع مثل الجواهر والألماس، وهاللمعة بتجذب الغربان حواليها، بس إذا هالغربان سرقوا لك هاللمعة شي مرة وقتها بتصيري تنكة مصدية، فهمتي؟ حطي هالحكي حلق بإذنك. طيرتي نوم من عيوني بالحكي تبعك. أخ يا ربي، دخيلك أنت، دخيلك يا ربي على هالقصة. وين ضل هالصبي كل الليل ووين نام يا ترى؟ ما عم بيرد؟ لا ما عم بيرد. فريحة أمي خدي هدول بطريقك. شو هدول؟ مو اشتراكات البناية لازم تنحط بالبنك؟ بتعرفي عادة أبوكي بيقسمهم على خمسة مشان إذا واحد منهم صار له شي الباقي ما يصير لهم شي. مسكي. لا والله ماما هيك بتأخر. شو يعني بتأخر؟ رح تخلي أبوك يروح وهو رجله عم تجعه كل الليل ما قدر ينام؟ من شوي لحتى نام. خدي. طيب هاتي. وأنا ما بقدر روح، سينم خانم طلبتني على التنظيف وهلأ بالبنك في دور طويل. سينم تحرد فورا، لا تضطريني اتحمل نقى الله يخليكي. طيب ماشي لا تاكليهم، رح روح على البنك. يلا الله معك. ها فريحة. نعم. أمي حطيهم بالشنطة، ما بتعرفي شو بصير بعدين. الله لا يقدر، إذا ضاعوا منك ما ضل عنا أرض مبيعة. ما تاكلي هم ماما. يلا ديري بالك على بابا. خاطرك. مع السلامة يا بنتي. آخ يا ربي. لوين يا زهرة؟ رايحة أطمن على محمد. الله عليم وينه. أنا بقدر لاقي. يا علي على محمد، رح اطق روحه على قد ما عم يعمل له أبوكي مشاكل. يا ريت لو يلاقي الشغل ويخلصنا بقى. إيه لسه من جديد رجع على طبيعته إلا ما يلاقي. أخ يا أمي كمان أنتي تعبناكي معنا، لما تطيب رجل أبوكي ما عاد تشتغلي هيك. ماما أنا آكلة همك أنتي، كيف رح تنظفي فيلة الجماعة الجداد لحالك؟ شو أول مرة بنظف فيلا؟ هي شغلتي. المهم جمع لي شوية مصاري حتى رجع ثلاث أساور اللي بعتهم إن شاء الله. قال هاي المرة تولين خانم حكت لها عني. شغلت شهرين بس معليش، هلأ ما خرج نشوف حالنا على الشغل. يلا أمي انتبهي. الله يقويك. الله معك. مع السلامة. اختي زهرة. اختي زهرة. أهلين. أهلين. شو لوين رايحة؟ في شغل جديد يا جولفيدان. فيلا. ايه ما شاء الله، خلصت هاي البناية الضخمة وخلص القصر، هلأ دور الفيلا. كنت رح أقول عقبال عنا، بس نحنا يعني مو نصيبنا هيك محلات. بعدين الفلل شغلتها صعبة، أكيد فيها غرف كتير ما هيك؟ مظبوط طبعا، بس التلج حسب الجبل ما هيك ولا لا؟ يلا أختي الله يفتح عليكي. يلا منشوفك بعدين. العمى بومي. ما بعرف سينام،
يا ريتك ما قدمتي وعود إلى بالنيابة عني من دون علمي. ليش خلدون؟ أنت مواضيع الأوتيل أحياناً تطلب مساعدة مني أنا كمان. قصدك أنه حتى بهالحالة مبنون عليك؟ لا تفسري على كيفك، أنت بتعرفي شو قصدي أقول. كل العاملين عنا عم ننتقيهم بعناية، خريجين السياحة والفنادق عم ناخدهم على الشغل بعد عشرات المقابلات، وانت عم تقولي شغلي بنت الناطور؟ ما قلت لك شغلها على طول، شغلها شهر واحد هيك عم قول، وظيفة مؤقتة. ما بعرف خلدون، انت بتعرف قديش في علينا دين كبير لبنت البواب، ما هيك؟ رياضة الصباح؟ أنت؟ أنا جيت لأعتذر منك، مع أنه قصدي أمك ما كنت حاططها بالحسبان، الظاهر ما رح يمشي الحال. أمي أنا؟ ما بعرف إذا هي شافتني. أنت كيف عرفت البيت؟ شفتكم بالكافيتيريا وانتو طالعين منها، مريتوا من قدامي. فريحة لازم نحكي، عم بستناكي بالجامعة، لا تخلي امك تنتظر كثير. هي إلك، طالعة من قلبي. Thank you.
طلعت المدرسة بتمري على الفندق فريحة، هونيك رح تلاقي الشيف جيهان بيك، بتتفقي انت وياه على برنامج الدراسة، ماشي فريحة؟ شكرا كتير سينام خانو، يسلموا كتير خلدون بيك. أنا كنت أفضل إنه على القليل يكون أهلي كلهم خبر عن الموضوع، هيك حالي أنا ما متعود عليها. المهم موفقة بالدراسة يا فريحة. سينام أنا طالع. الله معك. طيب فريحة الباقي صار عليكي. شوفي الوقت مهم كتير، ماشي عجلي بسرعة وحاولي تجمعي بخشيش كتير. بس سينام خانو أنا ما بدي إني حطك أنت وخالدون بيك بوضع صعب. إذا بدك أنا بدور على شغل تاني وبدفعلك ديني من اللي باخده من هنيك. شو العلاقة؟ أنت ما عم تحطي حدا بوضع صعب. خالدون شوي ملتزم بموضوع الشغل وهالشي ما له علاقة فيك بنوب. طيب ومشان الحجة اللي قدمتيها لأهلي لحتى يقتنعوا شكراً كتير، هنن أبداً ما كانوا رح يسمحوا لي اشتغل. بعرف أساساً لو ما قلتي لي أنتي أنا كنت عم فكر بهالشي. يعني فريحة أنا كمان بدي أطلب منك شغلة. تفضلي. تعرفي إنه الفندق اللي رح تبلشي تشتغلي فيه هو قريب كتير من المدرسة اللي رح نبعث عليها جانسو، وأنا ما بدي أعطيها فرصة أبداً لتهرب، وهالشي خلي سر بيناتنا. إيه؟ وشو هو سركم؟ صباح الخير. أنا لما سمعت صوتك فكرتك تركتي مدرستك الجديدة وإجيتي لتساعدي أمك. فريحة إيه إجت تستشيرني مشان توقيع مشروع بخصوص الجامعة، يعني لأنه لسه مو متأكدة فما بدها حدا يعرف. شو قصدك بحدا؟ يعني فريحة ما بدها يعني أعرف أنا؟ لا تاكلي هم فريحة، يعني لما بتكون سينام خانم وراكي أنت بتوقعي على أحسن مشروع. اطمني مرت أبي ما فشلت أبداً ولا بأي مشروع إلا بواحد، هو أنا. أنا رح شوفه. انت شو صاير لك جانسو؟ انت اللي شو صاير لك؟ من ايمتى صاير عم تحكي مع سينام خانم؟ بس انا كنت. شو انت كنتي؟ من وش الصبح وانا عم شوفك وانت عم تحكي معه بصوت ضعيف لمرت ابي؟ انت اكيد صرتي عم تسمحي لها تستخدمك ضدي. شو عم تحكي يا جانسو هلا؟ لا تعملي يا فريحة، ربحتي افضل جامعة باسطنبول بالمنحة الدراسية وبذكائك قادرة تفهمي، بس طبعا لمصلحتك انك ما تفهمي. شو هو اللي لمصلحتي؟ احكي بوضوح. برأيك كل شي معنو واضح كفاية؟ أنا رسبت وأنت نجحتي وصرتي سلاح بإيدها لهالمرة. كل ما بتنفتح سيرة الدراسة والجامعة عم تقارني معك، وأنت عم تستمتعي بهالشي مو هيك؟ أنا كنت مضطرة أني أنجح جانسو، ما كان عندي حل تاني. كمان سينام خانم بشو عم تقارنك؟ عم تقلك انك انتي ما قدرتي تصيري مثل بنت البواب؟ فريحة تركينا شوي لو سمحتي، بدي احكي شوي مع جانسو. موافقة بمشروعك فريحة. سكري هالكمبيوتر فورا، رح نطلع لبرا. انت ملاحظة انه هالأنانية وهالغيرة اللي عندك عم تجننك اكتر واكتر؟ جانسو انتبهي على حالك ورح تداومي بالمعهد. خلصتي شغل التنظيف يا فريحة؟ ايه بابا خلصت. يسلموا ايديك يا بنتي،
شوفي رجلي اليوم أحسن، لبكرة ما بيبقى في شيء إن شاء الله. أنت يا بنتي تعبتي كتير. لا بابا لا تحكي هيك، أنت بس صير منيح وأنا ما رح أتعب. أنا هلأ رح فوت وغير أوعية ورح روح على الجامعة، بدك شيء؟ لا أنت لا تتأخري على الجامعة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.